جميع انواع الحلويات التقليديه خاصه برمضان كل ليره كنصيبوها في هذا الشهر المبارك. ناقص القضيه ب 50% باش ناقص الفوق، واللي عنده كاع هو يشري كيلو تيشري نص كيلو، اللي تيشري نص كيلو تيشري ربع، الله يحسن له هو الجميع. انا راه 46 سنه هاني كثار بلاتي 1980 المغرب 42 سنه وانا في هاد المينا. راه كاينه شباكيات اللوز، شباكيه عاديه، المقروط، مقروط السميده، البشنيخه، الجنجلانه، قرينه الطفار، الشباكيه الصفراء، بريوات اللوز، بريوات كاوكاو، سليلو، جميع انواع 22 نوع اللي حاطين هنا، محنشات اللوز، محنشه نتاع الكاوكاو. تتمشى في هذا الوقت، ولكن دابا مع هذا الوقت هذه ولا تتمشى على طول العام مع السياحه وداك الشيء، الناس عندها اقبال شويه. لا دروكا في رمضان المغاربه كل شيء 99% مغاربه، هلا دازوا الاجانب وبان لهم هذا الشيء عاد تيجيو منه شويه وكيعجبهم هما هذا الشيء هكا مزيان. اثمنا دايرينها على حسب المنطقه، منطقه شعبيه ما يمكنلكش. الزيت كنا كنشدوها ب 60 درهم، دروكا 110 درهم. الحلوى كنا كنبيعوها ب 30، باقيه ب 30، ما زدنا فيها تقول درهم. هنا المنطقه شعبيه شويه، راه ما نقدروش نزيدوا فيها، ومعلقين الطريفه اللي قدها لا شي حاجه راه تيزيد، واللي ما قدش الله يحسن له وين شويه كلها كيمشي على جهده. هنا عندنا القاضيه مزيانه غاديه مقاده، الله يجيب هي السلامه.